بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا للجرائم التي ارتكبها النظام وحزب PKK وللحفاظ على وحدة الأرض والوقوف مع كافة السوريين، قررنا نحن مجموعة من أحرار الكرد تشكيل كتائب ثوار الكرد للدفاع عن أهلنا في سوريا عامة والشعب الكردي خاصة، وندعو كافة الأحرار في من شعبنا الكردي الالتحاق بهذا التشكيل ليكون ممثلا عن الشعب الكردي. وعاشت سوريا حرة أبيا. ظلمتي فونا دون ما نظام و PKK يعني تكاس تزمت الجرل تدار النبي شعبي ما تم بن دسته لبن بياقي خا سري خا بن ياقي ظلمتي خلاص كن يا أخي لكن ونحر خذي ونحر خلق كرن خير أنت هذا بن ظلم جنبي فضل ما كن هبنا شبيه بشير بشار إيران الرؤية ده ما يريد كرمان إعدام ذكا وإيران جباد بشير وحرب ذكا أرجو دارني جباد بشير وحرب ذكا كرمان جي والكيلو ونا كرمان جي أخي والله ونا كرمان جي وان إنسانا مرتزقنا وان دخوزن حقا وان ملك كوم كان حقا تانقلغا تشيبوسا ما زند وفراب راب راكن برافن هارن دولته وان كشون جيب من ها باري ويكوت سريوا بما رب يكبن ام داسي ولا داسي هبكن ام فوز المتيج نو خراكن بو حزبان نقر كيما بجارك نقر كيما تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ان احنا انضمينا لهالفصيل طلعنا من منطقه عفرين لنصر الاخوه الاكراد في منطقه عفرين. PKK لا خلى شبابنا ولا خلى بناتنا كلهم بياخذون على التجنيد الاجباري. نحن ما بنرضى هالشيء ونحن بنقول للPKK كفوا بلاكم عن الشعب، الشعب الكردي شعب مسلم. انتوا بعدتوا العالم الشعب الكردي عن الدين وكلمة لا اله الا الله. ودائما الشباب الكرد را بيارا، شب الكرد هنا جيب هبدا. عم جيب راكن، عم جيب داسي ولا داسي هبكن، شق الظلمة السر ما هيسا، عم في نوفا راكن. بلو ظلمة نمينا. يا اخي والله عم بشر له. هاجم دان نقلس ارتد ما جيتش نابلة خبري وهبا باري خلقي بشرفي كردوس ندخل وقال شرف سر منامه يا اخي شو بو هبا يا حبيبي شقا شباب هنا لازم اجي ور مره التحاق بن هاجم داتي وجي نابنا يا لا يمكن ام بناشن ها ابدا بلا خبري وهبا ام هنا الحمد لله ام برن وقت دخوزي بس ام دخوزي قوات بكم بقى.